ازيك شباب؟ معكم حلقة جديدة مع ايس تيوب. ما جيناش هنلعب لعبة العيون، وانتوا كنتوا كاتبين لي في التعليقات الحق يا ايسي في تحديث جديد نزل والمدرسة فتحت يا شباب، عشان كده عايزين بقى نوصل الفيديو ده 15,000 لايك. ولو انت لسه جديد معانا اتمنى منك تنزل وتشترك معانا في القناة، وخلينا شباب نبدأ نخش ونشوف التحديث ونشوف الحاجات الجديدة اللي نزلت. اللي انا قريته بس من بره اللي هم كان فيه مثلا شوية البجات صلحوها وحطوا المدرسة، فخلينا نخش هنا الأول. ما شفتش اي حاجه تانية. عندنا المفروض الشخصيات الوحوش زي ما هي، لعبنا بتشارلي ولعبنا كمان بالكلب الجود بوي. ده شكل واحد جود بوي ده، فين عينيه؟ ملوش ولا عين ولا اي حاجه، عباره عن بقى شباب بيجي عن طريق الشم السوسه ويجيب مكاننا عم يقعدك على طول. وعندنا كمان المستشفى وبعديها المدرسه، عشان تفتحها بس محتاج حوالي 300 كوين. يا سلام، احنا كده معانا حوالي 636 لان جمعتهم من المره اللي فاتت زي ما قلت لكم. وخلينا نرجع هنا اشوف بس الشخصيات اللي نزلت جديده. عندنا شخصيه البنت زي ما هي، وعندنا تشارلي موجود والجود بوي، وبعد كده عندنا البنت والتشارلي ماشي، ما عندناش اي حاجه تانية. مش عارف دي بصراحه بيقول لك اللي هو الوحش بتاعك، يعني احنا ممكن نختار واحد عشوائي. خلينا نشوف هيختار لنا ايه. هنخرج درجه الصعوبه متوسطه، بس هرجع بس الاول ارجع الشوب هنا ونشتريها ب 300 كوين. وكاتب لك هنا في الوصف اللي احنا رجعنا للمدرسه، وكاتب لك بتمنى تكون انت عملت الواجب بتاعك، وبيقول لك يا هتسيب حاجه يا حاجتين ده لو ما عملتش الواجب. بيقول لك الطريق الصعب. يا ساتر، يعني ممكن ياخد ايدي ياخد رجلي اسيبها له مثلا جيف اواي عقبال ما اعمل الواجب؟ لا يا عم، احنا هندفع 300 كوين ونفتح المدرسه ونحاول يا شباب نكون مخلصين الواجب بتاعنا قبل ما نخش المدرسه. مش عارف انا ازاي بس قشطه، يعني خلينا نخش هنا ونختار الشخصيه العشوائيه. مش عارف دي هتكون عامله ازاي. وخلينا نختار كده فين المدرسه. ايوه استني، رايحه فين يا شقيه؟ هي دي. نعمل بلاي. يا شباب ده احنا نقدر نحط الصوره بتاعتنا كاننا احنا الوحش ده. حلو، ايه رايكم في الوحش ابو الاساسيس؟ استنى يا عم غير الشخصيه ظبطها كده. حلو، يبقى ده راسها وده بقها. طب ما خلينا بالمره نحط الصوت بتاعنا. يبي يب 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 ده صوت الوحش. استنى كده. يبي يب 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 انا كده البنت خلاص. اوه يا جدعان بقى الوحش ابو الاساسيس. يا ساتر، واحنا جوه المدرسه. ماشي يلا خلينا نبدا نتحرك. انا صراحه متحمس لها جدا جدا، نفسي اشوفها وهي ماشيه بشكلي. هبقى مطمن شويه، مش هتخوفني زي كل مره. هناخد بس اول حاجه اللي عندي. كويس. يا ساتر انا وقعت حاجه. اوه اوتوماتيك، انا ما فتحتوش. استنى، احنا المفروض نجمع كام؟ 20 كوين. استنى كده اشوف. طيب العين يبي صوت الوحش مش كده يا جدعان. ايه ده؟ بتاع الفصل. استخبى استخبى يا عم اهو. ايسي جاي. يا نهاري يا ساتر. يف 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 هي لسه قريبه. ما خلاص يا عم ايسي اخلع، الله يسهل لك بقى. ايش اهو ولعت الراديو هنا، خليها تروح بقى مع نفسي. خلي ابو الاساسيس يروح هناك يشوف الراديو اول ما جمع معانا الكوينات كده. شوف احنا مش يا ساتر. لا ابو الاساسيس جاي. فين ده؟ مستنى فين يا عم؟ اهو بسرعه. مش عارف اضحك ولا صوت ولا اعمل ايه. استخبى هنا. ايوه الحمد لله اقفل الباب. كويس كده شباب، شوف اللي موجود في الادراج. والله بس التحديث ده اسطوري. نفتح ده كمان. نفتح ده. ده ايه ده؟ هو ابو الاساسيس جاي. اجري بسرعه بسرعه بسرعه. شباب انتوا قلتوا لي في التحديث كمان الجديد ممكن يفتح الباب. ابو الاساسيس هو جاي. يا حياتي ولا طيارات يا عم. اسمي مش هيعمل لك حاجه. الجرس لما يضرب الباب بيتفتح فتقدر تخش عادي. فهمت. هناخد العين دي كمان. كويس، احنا محتاجين كميه كوينات. ما خلاص يا ابو الاساسيس. يفي يفي يفي. ماشي ندور يا شباب نشوف اي حاجه هنا. يلا. اوه السبوره بتكتب لوحدها يا جدعان، زي كان في عفريت كان بيكتب دلوقتي كان بيذاكر. ما شاء الله عليك مجتهد، ده شكله عايز يطلع من الاوائل.
دلوقتي احنا لغايه دلوقتي مفيش غير كوينه واحده. استنى، مش معقول مفيش ادراك تاني. هو عندنا في كوين هنا كمان، ناخد دي. اي كويس كده، جمعنا اتنين. يب 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 حرام عليك يا عم. لا الباب اتفتح. لا ابو الاساس حرام عليك يا عم، جبتني ليه يا عم؟ يلا هدينا فرصه تانية، المفروض بقى نهرب فيها شاب بسرعه. يلا ابو الاساس ما يجي، يا رب ما يجي. ننزل تحت. ايوه انزل انزل انزل، استخبى. حلو، عايزين نشوف بقى باب هنا نخشه، وعايزين نشوف بقيه الكوينات. انا ما جمعتش غير اتنين بس، يا رب الاقي تاني. مش لاقي اي حاجه خالص هنا. اي في دراج هنا ممكن نفتحها؟ ايوه كده يا راجل، بقى خلونا الاربعه اخيرا. ماشي، ناخد كمان العين دي عشان نشوف ابو الاساس رايح فين ولا جاي منين. كويس كده، جبنا اربعه. خلينا افتح كمان هنا، مفيش اي حاجه. والفصل كبير. ايه الفصل ده؟ اكبر فصل في العالم. شوف مجموعه الادراج، في منها بس بتفتح ومنها لا. حلو، يا رب يطلع لنا واحده كمان. ايوه ايوه كده كده، خدنا على 10. ممتاز، نفتح ده كمان. يا سلام، ايوه عايزين بقى نوصل لل 10 نشوف اي حاجه ثانيه. لا نفتح كده البتاعه دي بسرعه ونخش على اللي بعده. لا يا شباب الفصول هتتفتح تاني، بس ابو الاسيس مش قريب، فدي حاجه مطمئنه شويه. ومعانا تقريبا 9 كوينات. خلينا نشوف ابو الاسيس فين. يبي يب 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 يب. انت يا وش، والله انت مشكله. استنى، عايزين بقى نشوف بعد كده بقيه الفصول الثانيه. نخش طيب الفصل ده. في كوينه هنا. حلو كده معانا 10، ناقصنا 10 كمان. لو نجمعهم هنقدر نهرب، بس الفكره ان انا غلطت مش عارف باب الخروج فين. هنقعد نبحث شباب، فخلينا نشوف بقيه الحاجه. وهنا كمان مفيش ماب للاسف، مش هنعرف احنا هنروح فين. في هنا. شوف المدرسه كبيره ازاي، يا نهاري. خلينا طيب اخش هنا اشوف لو في كوينات، اخدها بالمره. ابو الاساس جاي، يا رب الجرس ما يضرب، لو ضرب تبقى مشكله. يبي حرام عليك. لا فتح فتح فتح، يا مصيبه. خد طيب دي، كويس. مش وقت الفسحه دلوقتي، عمالين بيطبلوا بيرقصوا رايقين والله. ماشي احسن، خلاص عايزين بقى نطلع من الجزء ده. خلينا نشوف طيب الخريطه اللي كانت موجوده هنا. ايوه اهم حاجه البابان تقفل، ولا لها ملامح ولا اي حاجه. يلا كمل كمل يا عم، انا تهت ولا ايه؟ ايوه شوف، احنا شكلنا شباب عندنا ادوار تاني فوق، فاحنا عايزين نطلع نكملها. ده الدور الاول ماشي، والدور التاني في عندنا واحد مسدود هنا. المكان ده اول مره اخشه. شوف الكمبيوترات عامله ازاي، كان عندهم حصه هنا. ماشي، ومفيش اي كوين. لا تعال نخش الباب اللي بعده. في واحده هنا. حلو كده، جمعنا تقريبا 12 11 لغايه دلوقتي. انت ما حسبتهاش ولا ايه؟ يبي شوف الكمبيوترات. ابو الاساس بجرب. لا استخبى في الحمام. كويس، يا رب الجرس ما يضرب يا شباب. لا كده ضرب. يبي يبي الحمد لله، شكرا لك يا ابو الاساس. اجري اجري، ربنا شافني. ما شافنيش ما شافنيش. حلو، لا 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 انت نزلت ليه؟ اطلع 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 بسرعه بسرعه. كويس، الجرس ضرب تاني. افتح يا عم الباب. شوف بيقول لك احنا محتاجين كمان اكتر. شكله باب الخروج، باب الخروج. انا فكرت عايز مفتاح. حلو، طب نجمع طيب الكوينات. احلى حاجه اللي احنا وصلنا كده في الدور الاخير، يا رب بس اجمع دول ويبقى مجمعنا ال 20 ونطلع من باب الخروج 100 100. وابو الاساس مش هيقدر يعمل لنا اي حاجه. يا ساتر، كل دي مدرسه؟ ايه المدرسه العملاقه دي؟ شكلها المكتبه. ماشي كده جمعنا 14، خلينا نشوف الباقي فين. شفت في كوينه هنا مستخبيه تحت السوسه. يلا ننزل لها شباب في السريع. حلو، ناخد دي كمان. ممتاز كده 15، ناخد دي كمان 16. حلو، عايزين نشوف ابو الاساس موجود فين. يب 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 يب. ماشي يا عم، شكله طالع لنا، ربنا يستر. بس الفكره هنا ايه؟ لو هو جه هنا مش هيقدر يعمل لي حاجه. عارفين ليه؟ لان المكان هنا واسع، فهنقدر نهرب بسهوله. خلينا نشوف كويس، 17، ناقصنا 3 بس ونقدر نهرب من ابو الاساس. وباب الحمام لو الجرس ضرب مش هيقدر يفتحه. حلو كده، نقدر نستخبى منه فما يقدرش يعمل لنا حاجه. خلينا نشوف اخر 3، هندور هنا لان المكان واسع وكبير. شوف الساعه وهي بتتحرك، اول ما تيجي عند ميعاد معين بتيجي ضرب الجرس. انا عايز اعرف بس الفسحه بتبقى عندنا الساعه كام؟ شباب عندنا في جزء مظلم وجزء منور، يعني ممكن الجزء المنور ده هتبدا الفسحه، لان زي كانه حاجه صغيره. ابو الاساس طالع على السلم، ربنا يستر. خلينا نشوف بس الجرس هيضرب ولا لا اول ما يجي، قصدي اول ما يقرب على المكان اللي هو الفاتح ده. ما تجيش بقى يا ابو الاساس، خليك حلو. ربنا يستر يا جدعان، انا بخاف وببقى عايز اضحك من جوايا. بس يا عم، بس 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 بس، شوف الجرس هيضرب. شفته؟ يبقى الفسحه المده دي، فاحنا هنستنى لحد ما تعدي الجزئيه دي
ونبدأ نتحرك عشان البابين بس تتقفل. يلا الفصحى صغيرة، يلا المفروض دلوقتي الجرس يضرب. ناقص حوالي 10 ثواني. حلو، يلا جرس. ممتاز، الساعة دي مفيدة جدا. كنت فين من بدري؟ احنا لسه شايفينك، حرام عليك. احنا دخلنا الفصل ده؟ لا، الإدراك ده ما فتحناش. حلو كده، ناقصنا اتنين بس، ناقصنا اتنين كوين، واحنا كده جمعنا كل الكوينات. يا رب نلاقي حاجة في الدرج ده. طب ده ما فيش أي حاجة. ماشي نشوف طيب بقية الفصول التانية. ده عندنا باب الخروج. هنضطر يا شباب ننزل، لأن تقريبا شفنا احنا كل الحاجات اللي هنا، مفيش أي حاجة. استنى، مفيش أي حاجة. لا لازم ننزل، هننزل في الدور التاني، نطلع ونجري جري على الدور الأخير عشان نهرب. استنى، هو المكان ده ممكن نط الشباك ده في جام؟ لا ده مجرد منظر بس. إيه ده، الشخصية كانت بتنط؟ شباب الشخصية بتنط. استنى، معنى كده في أماكن، أنا أول مرة أشوف الشخصية بتنط، حاجة غريبة. ماشي نكمل. يا عم رمزي، يا حرام عليك يا عم، جاب منين ده؟ الحمد لله، الحمد لله احنا نزلنا تاني، ما نضيعش الفرصة دي كلها. بس يا عم ابو الاسيس، حرام عليك بقى كفاية. يلا يلا خش 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 بسرعة بسرعة بسرعة، هنا مفيش أي حاجة. لا محتاجين بس اتنين وبعد كده خلاص، شكرا مش عايزين أي حاجة. ما دخلناش الحمام هنا. استنى البتاع ده لسه ما فتحتوش. طب بقيت الأبواب، أنا شكلي دخلت هنا ولا استنى نشوف ده. طيب الحمامين دول ما فتحتهمش. يا رب كوينات، ابو الاسيس جاي. ماشي لو الجرس ضرب انا هستخبى في الحمام، خليه يجي. اقفل هنا كده، انا في امان. براحتك يا ابو الاسيس، انا قاعد حابس نفسي هنا. شوف المكان، ينفع نقف هنا؟ بيعمل جامب بس ما ينفعش نقف على اي حاجه. يلا نكمل نخرج. هو كده مشى، كان شوف مكانه فين. يبي، ويا شباب ده جنبنا جدا. الفصحى الفصحى الفصحى، لسه 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 ناقص شويه كمان. خلينا ننزل كمان الدور اللي تحتيه، عايزين نشوف بقية الحاجة. لا لا، شكرا 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 شكرا. يبي، حرام عليك، اجري بسرعة بسرعة بسرعة. ايوه اهم حاجة، استخبى استخبى. ممتاز، مش هيقدر يفتح هنا. السبورة دي مرعبة يا جدعان. خلينا نشوف طيب الكتاب ده. ماشي خدنا الكتاب، حطيناه في الحاجة بتاعتنا، ايوه اللي احنا بنجمعها. مفيش ولا كوينة هنا للأسف. نطلع هنا كمان، خش الفصل ده. طيب اهو في مجموعة ادراك، يا رب يا شباب كوينة واحدة. يلا عشان ابو الاسيس قرب، ناخد هنا. جمعناهم كلهم. عايزين نجري، اجري 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 بسرعة عشان الجرس هيضرب دلوقتي في التراح، يعرف يمسكنا ابو الاسيس. يبي، هو جاي منين؟ جاي منين؟ اجري بسرعة بسرعة، حرام عليك. يب 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 يبي. احنا عند فين الخروج؟ باب الخروج. استنى لا، لازم بس نموهه شوية. فينه فينه فينه، فينك يا عم؟ صوته جاي من ناحية الشمال، شكله بيلف عند باب الخروج. نكمل طيب زي ما احنا شباب، احنا كده ماشيين كويس. لا المكان هنا سد. ايوه البنت اتقفلت، الحمد لله انا كده مطمن شوية. يلا نخرج، نطلع من الباب ده كمان كويس، ونطلع من الباب ده اللي بعده. وفين ابو الاسيس؟ سامع صوت. جاي ورايا عند باب الخروج المفتري. ماشي ناخد داير ما يدور. يلا 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 بسرعة. لسه لسه شباب، لسه لسه، كمل 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 كمل. استخبى استخبى في الحمام. حلو المكان ده مكان استراتيجي. اقفل 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 كويس، الحمد لله مش هيقدر يخش هنا. وريني، انا افرق على نفسي من القفل. هيمشي دلوقتي. بس يا عم بقى لسه واقف بره. لا 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 اقفل اقفل، خلينا نشوف هو موجود فين. شوف عمال يدور عليا في الفصل كله المفتري، بيبحث عني. ماشي نبدا نتحرك دلوقتي. يلا عايزين باب الخروج يا جماعه، باب الخروج فاسرع. طلعني، الله عليك يا اسطوري. كمل 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 زي ما انت، احلى حاجه الجرح. استنى نطلع. ايوه الدور ده، يلا بسرعه الدور الاخير. حلو 100 100 كده. ايوه يلا، مش مصدق يا شباب قدرنا اخيرا نهرب من ابو الاسايس. جمعنا حوالي 40 كوين، بس التحديث الجديد جامد جدا، عجبني قوي بصراحه. فطبعا شباب انا هعرف لحد هنا، فلو عجبك الفيديو ما تنساش بقى باللايك، واتمنى انكم تشتركوا معانا في قناه لسه جداد معانا. وعايزكم شباب تكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في التحديث الجامد ده، واللي انت تختار الشخصيه بتاعتك وتحط مثلا شكلك وتحط صوتك. بصراحه كانت جامده جدا، عجبتني اول فكره. واشوفكم وانا جاي مع فيديو جديد مع ايس تيوب جيمنج. يلا سلام.